أهلا بكم من جديد. أولى صحفنا المحلية صحيفة الرأي وأولى العناوين فيها: رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يقول أن سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد، وعنوان آخر في صحيفة الرأي: رئيس مجلس النواب جلالة الملك بعث برسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، عنوان آخر: توقعات بانخفاض أعداد المعتمرين الأردنيين إلى النصف، وعنوان آخر في هذه الصحيفة: سمو الأمير الحسن، نحتاج قاعدة صناعية مرتبطة بصياغة الأولويات والاعتماد على الزراعة والإنتاج المحلي، آخر عنوان في هذه الصحيفة: تخصيص مساحات من قطع أراض للنفع العام. ننتقل لصحيفة أخرى من صحفنا المحلية وهي صحيفة الدستور، وأهم العناوين التي تناولتها اليوم: رئيس مجلس الأعيان تسلم المتهم مطيع رسالة للجميع بأن لا أحد فوق القانون وأن القضاء على الفساد نهج لا تهاون فيه، عنوان آخر في صحيفة الدستور: جلالة الملك هدف المؤسسات خدمة الأردنيين والتسهيل عليهم. ننتقل لعنوان آخر: مسؤول أممي يشيد بالمستوى المتميز للأردنيين في الوحدات المتخصصة بالسلام، عنوان أخير في هذه الصحيفة: البدور المشكلة المالية سبب رئيسي في إعاقة مسيرة الجامعات الأكاديمية، آخر عنوان: 26% من حوادث المرور سببها استخدام الهاتف أثناء القيادة. ننتقل إلى آخر صحيفة من صحفنا المحلية وصحيفة الأنباط وفيها العناوين التالية: وزارة السياحة والأثار، الدخل السياحي تجاوز 3 مليارات دينار منذ بداية العام، عنوان آخر: إضاءة شجرة الوحدة الوطنية في ناعور تحت شعار شهداؤنا زينة شجرتنا، وعنوان آخر: تخفيض عمالة اللاجئين السوريين ووظائفهم أبرز تعديلات تبسيط قواعد المنشأ، عنوان أخير: وزارة البيئة تضبط 30 طنا من الأشجار الحرجية وتحول المخالفين إلى القضاء. هذا كل ما لدينا بالنسبة لعناوين صحفنا المحلية، ولكن نتناول خبر من صحفنا المحلية في صحيفة الدستور وهو البدور المشكلة المالية سبب رئيسي في إعاقة مسيرة الجامعات. في تفاصيل هذا الخبر: أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور أن المشكلة المالية هي أكبر تحدي أمام الجامعات، حتى باتت تعيق مسيرة الجامعات الأكاديمية، داعيا الحكومة إلى دعم الجامعات ماليا لتتمكن من الارتقاء بأدائها والنهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع. وقال إن الجامعات هي مرآة الشعب والحفاظ عليها واجب يقع على عاتقنا جميعا، مبديا استعداد اللجنة وتبنيها لكل المقترحات والآراء التي تسهم في حل أزمة الجامعات المالية. وأوضح البدور أن الزيارات التي قامت بها اللجنة إلى الجامعات للاطلاع على واقعها مكنتها من تشكيل رؤية حول الهموم التي تعاني منها، مضيفا أنه لابد من وضع خطوط عريضة للخروج بحلول جذرية من خارج الصندوق، خصوصا في ظل التوقيت الحالي الذي تتم فيه مناقشة الموازنة العامة للدولة. هذا كان أهم خبر من صحيفة الدستور الذي طلعتنا به بعنوان المشكلة المالية سبب رئيسي في إعاقة مسيرة الجامعة الأكاديمية. فاصل قصير ونعود إليكم.
ومن صحيفة الدستور اخترنا لكم اليوم مقالا بعنوان توجيه الاستثمار نحو المناطق الحرة للكاتب أحمد شاكر. يقول شاكر في مقاله: في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تواجه العديد من الدول المجاورة، يبدو أن المناطق الحرة المشتركة لم تحقق الغرض المطلوب، وأن التركيز على تطوير المناطق الحرة في المملكة أصبح في غاية الضرورة، وأن القطاع الخاص بما لديه من خبرات ومؤهلات سيكون قادرا على جذب الاستثمارات والشركات والمصانع للمناطق الحرة التي يقيمها. بعد أن حقق القطاع الخاص نجاحا في هذا الصدد، هذه المناطق من شأنها توفير فرص عمل للقوى العاملة الأردنية وإكسابها المهارات الفنية والخبرات العملية وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في إنشاء المناطق الخاصة والمشتركة التي تستخدم الموارد الأولية والمحلية في مدخلات الإنتاج. المطلوب من المسؤولين في قطاع المناطق الحرة الحكومية أو في القطاع الخاص بذل كل الجهود لجذب الاستثمارات، وهذا لن يأتي بالعواطف ولكن بلغة العقل وحساب الأرباح والخسائر والميزات والإعفاءات والخدمات المتوفرة. إن أمامنا فرصة كبيرة لتشجيع القطاع الخاص وإزالة أي عقبات من أمامه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإقامة صناعات متنوعة، خاصة وأننا نملك بنية تحتية جيدة وشبكة اتصالات وخدمات صحية وتعليمية وتقنية حديثة، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة والمؤهلة، وأن تشجيع القطاع الخاص على إقامة المناطق الحرة وجلب الاستثمارات إليها هو أقرب الطرق وأنجحها للحد من ظاهرتي البطالة والفقر على حد سواء. هذا ما قاله أحمد شاكر في عنوان مقاله توجيه الاستثمار نحو المناطق الحرة. ننتقل إلى الصحف العربية والعالمية وأهم العناوين فيها، والبداية مع الشرق الأوسط. روسيا تعلن معارضتها القطعية لانهيار معاهدة الصواريخ. عنوان آخر: قلق أوكراني من تحشيد روسي عسكري كبير. ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الأنباء: فرنسا تسابق الزمن لاحتواء السترات الصفراء. عنوان آخر: نتنياهو عملاء إسرائيل يتابعون برنامج طهران النووي من داخل إيران. ننتقل إلى صحيفة النهار وأهم العناوين التي طلعتنا بها اليوم: وزير الخارجية البولوني يصف فرنسا بأنها رجل أوروبا المريض. وعنوان آخر في صحيفة النهار: تيريزا ماي ترفض الدعوات المتزايدة لاستفتاء ثاني. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي وأهم ما طلعتنا به اليوم من عناوين: الأمم المتحدة تقر بوجود تمييز عنصري تجاه ذوي البشرة الداكنة في العراق. عنوان آخر: أردوغان: تركيا قد تبدأ عملية جديدة في سوريا في أي لحظة. هذا كل ما لدينا بالنسبة لصحفنا المحلية والعربية والعالمية. فاصل قصير ونعود إليكم. وصلنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تغريدة للدكتور عمر الرزاز يقول: قول وفعل، سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لأداء الواجب ومطيع في قبضتنا وللحديث بقية. في تغريدة أخرى أيضا قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق رسمي باسم الحكومة جمان غنيمات على تويتر: بجهود جلالة سيدنا عوني مطيع بين يدي العدالة التي ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل. هذا بالنسبة لقضية عوني مطيع ومحاربة الفساد في بلدنا. ننتقل إلى آخر فقرة أو آخر شيء في جولتنا الصحفية وهو الكاريكاتير وبدون تعليق.
وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وأشكر فريق الإعداد والإخراج.